وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم لنا من دبي دكتور سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. دكتور سمير، بعد التحية، كيف ترى موقف الملياردير كين جريفن، وهو ليس الأول وسبقه عدد من رجال الأعمال ممن أعلنوا قطع تبرعاتهم للجامعات الأمريكية التي شهدت تظاهرات ومواقف منددة بما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ فلماذا يأتي هذا الموقف الحاد بهذه الطريقة ضد مؤسسة علمية مرموقة مثل هارفارد وغيرها من الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية؟ سيدي، أتشرف بكم وبجمهوركم. أعتقد بأن هذا التطور يعكس ليس فقط يعني تراجع في قدرة اللوبي الإسرائيلي واليهودي المتطرف، لأن ليس كل اليهود منسجمين مع هذا الطرح، وبالتالي أقول الأزمة التي يمر بها هذا اللوبي، والسبب الرئيسي اللي أقول أنها أزمة عمليا، هناك انزياح في مصادر الثروة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك انزياح في مزاج الطلاب والجيل الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يوقفه هذه المحاولة اليائسة للخروج من وسط الجامعات. الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة أهم فيها هو ذلك الزواج العميق بين الأكاديمية والبزنس ورجال الأعمال، وهناك الانزياح الذي جرى بعيدا عن وول ستريت حيث يتمركز هؤلاء الأشخاص، والاتجاه نحو التقنيات العالية والاقتصاد في لوس أنجلوس وكاليفورنيا بشكل عام. كل ذلك يعني بأن هناك انزياح في الاقتصاد السياسي للعملية للعلاقات الجامعية مع رجال الأعمال، وأصبح الأهم الآن بالنسبة للأوساط الجامعية هو علاقتها بالتقنيات العالية المتمركزة في السيليكون فالي. ولكن هذه الخطوة في رأيي أيضا تعكس ردود فعل كبيرة نجمت عن أن هناك يعني تحول كبير في مزاج الطلاب نحو مفاهيم العدالة ومفاهيم المساواة، لتندمج قضية السود بقضايا الأقليات بقضايا الوضع في فلسطين بشكل متشابك. نعم دكتور سمير، يعني وهنا سأسألك، يعني من المفترض أن الجامعات الأمريكية تتبع نفس مبادئ الدستور الأمريكي والذي ينص على حرية التعبير عن الرأي، فلماذا يخالف هؤلاء المتبرعين هذه المبادئ مبدئيا، وأيضا ما مصير هؤلاء الطلاب؟ في اعتقادي ستجد الجامعات مخارج لها، كما قلت أنا، بسبب انزياح مصادر الثروة في الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية متعلقة بقضية حرية الرأي. هؤلاء الأشخاص هم يتبرعون طوعا، ولكن من الواضح بأن الطلاب لم يعودوا يقبلون بالطروح التي تسود في بعض أروقة الجامعة والتي تحرم إدانة أي موقف من مواقف السياسة الأمريكية السياسة الإسرائيلية. الطلاب يجادلون بأن ليس كل ما تفعله إسرائيل هو، وانتقاد كل ما تفعله إسرائيل هو ضرب من اللاسامية، والمهم وأن جامعات مختلفة بما ستانفورد بما فيها في بوسطن إلى آخره، كل هذه الجامعات رفعت وغيرت من مقاربتها لقضية اللاسامية في اتجاه يسمح بانتقاد واضح لإسرائيل وسلوكها. وهذا أمر لم ينتقل فقط للطلاب، بل أصبح هناك تجمعات كبرى لكبار الأساتذة الذين يدافعون عن هذا الموقف. ونعم، لذلك أنا أعتقد بأن هؤلاء هم أحرار، قرروا أن لا يدفعوا لأن هذه الجامعات لم تعد تلبي يعني تطلعاتهم، ولكن هذا يدل على عزلتهم بالذات في المجال الأكاديمي. دكتور سمير، الولايات المتحدة هي المفترض أنها واحة الحريات وليس هناك قمع للآراء، تحديدا بالنسبة للجامعات الأمريكية وطلابها، كان الضغط يتم على مراكز الأبحاث، على المفكرين الذين يؤثرون في السياسة الأمريكية. بصفتك باحث ومختص بالدراسات، هل الجامعات الأمريكية تحولت لساحة مباحة للوبيهات الضغط الصهيونية التي تدعم ما تفعله إسرائيل؟
على العكس سيدي، في اعتقادي أن في السابق كانت منطقة محرمة، كل كلمة يتم فيها الحديث وانتقاد إسرائيل كانت تعتبر نوعا من اللاسامية المحرمة. الآن كسر هذا التابو، كسر هذا المحرم، وأصبحت هذه القضية مختلفة تماما. وبالتالي الموضوع أيضا مهم أيضا في المجال الانتخابي. في الولايات المتحدة الأمريكية جرى تطور هام جدا قد لا ينتبه إليه الكثيرون، وهو أنه جرى تخفيف تأثير رأس المال في دعم المرشحين. وبالتالي أصبح المتبرع ب5 دولار و10 دولار أهم من ملياردير له أجندة خاصة متعلقة بدعم إسرائيل. هذا التطور انعكس بشكل كبير في أيضا في بنية الحياة السياسية وفي نشاط الشباب في الجامعات من أجل إبداء آرائهم والمشاركة بشكل أكبر. في الماضي كانت العمليات الانتخابية في نهاية المطاف تتم من خلال تقاسم بين عدد من كبار المراكز القوة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بالنتيجة الديمقراطية هي إدارة الفوضى، هي إدارة الصراع، وليست هي منظومة منطقية دوما فيها صراع مفتوح بين الآراء، يدخل فيه المال بشكل أو بآخر. ولكن ما أحاول قوله هو أن الوزن النوعي لأصحاب رؤوس الأموال الكبار في التأثير بالرأي العام تراجع. شكرا جزيلا دكتور سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، كنت معنا من دبي.